السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم الفيديو باش نوريو الاطفال ديالنا كيفاش يحسبوا او لا يعقلوا على الارقام من 1 حتى 10 وكيفاش يبداو يحسبوا واحد شحال فيه من عدد يعني او لا. هنا خديت الاوراق وحطيت فيهم كتبت فيهم الارقام من 1 حتى 10 ويمكن لكم تكتبوا 1 حتى 20 وكذلك مربعات صغار من تحت حتى هما 10 المربعات. وهنايا عندي هاد الحجيرات خديتهم من دولار تري ويمكن لكم تستعملوا خشيبات ولا اقراص اللي كاين عندكم في الدار. هاد الطريقه جد سهله ومبسطه وما كتحتاج لوازم يعني مكلفه لوازم يعني بسيطه جدا. غادي ناخذوا هاد الوريقات كما كتشوفوا راني ما امبريميتهمش من شي سيت وانما خديتهم وكتبتهم بيدي من 1 حتى 10 وغادي نحطوهم فوق الطبلة ولا في الارض ومعنا الطفل ديالنا وفي نفس الوقت كناخذوا هذوك الحجيرات وكنقول له شنو واحد شحال فيه من نقطه اولا شحال فيه من حجره وكيبقى يحط داك الحجيرات واحد مثلا حجيره وحده جوج حجيرات الى اخره حتى يوصل العدد العدد 10 او كما قلت العدد 20. هكذا كيتعلموا الحساب وكاين طرق اخرى. هذه هي البدايه باش تتعلم الطفل ويمكن لك يستعمل من هنايا كنبداو كيتعرفوا على الارقام من 1 حتى 10 وفي نفس الوقت باش يعرفوا شحال واحد فيه ولا جوج ولا ثلاثه وباش كيدوزوا للطرح والجمع. اما بالنسبه للضرب ما غادي نخصو كذلك حصه فيه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم وما تنساوش انكم تشاركوا في القناه ونلقاكم ان شاء الله في حلقه او فيديو مقبل. بسلامه.